السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للعمالة اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيت، ولين رأيكم يهمني. راح أخيط دمية تيلدا واللي اخترعتها الفنانة والمصممة النرويجية توني فينانجر في أواخر التسعينيات، يعني عام 1999، وكان عمرها 25 سنة، وبالتالي دخلت صناعة الدمى المصنوعة يدوي للعالم، وافتحت متجر لبيع الدمى بنفسها، وابتكرت أثاث للدمية وملابس، وأصدرت كتابين، وباعت الكثير من الدمى والباترونات وغيرها. وهي تذكرنا بكاتبات قصص هاري بوتر بالنسبة إلى الإيمان بالحلم والعمل الشاق لتحقيقه. وهذه الصورة اللي أمامنا هي صورة مخترعات دمية تيلدا. هذا الباترون راح تلاقونه في صندوق الوصف، وراح أحتاج إلى نوعين من القماش، واحد من الأقمشة أي نوع تفضلونه، مثلا مشجر أو سادة، والأفضل يكون قطني، والقماش الثاني يكون بلون الجلد، وإذا كان اللون فاتح تقدرون تصبغونه بالقهوة مثلا، تضيفون له ماء أو شوكولاتة وبعدها تعصرون وتكمونه حتى توصلون للون المناسب. أنا هنا صبغتها بقهوة كانت حارة وتركتها مدة 10 دقائق. وممكن استخدام للصبغة القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة أو قشور البصل، وتعتبر صبغات طبيعية، والأفضل استخدام أقمشة طبيعية مثل القطن أو الكتان. ودايما تلبس دمية تيلدا ملابس من القطن، ولها جسم نحيف وإيدين طويلة ووجه مضحك، عيون وبعيون سوداء صغيرة وضفائر طويلة، وتحشى دايما بالقطن، وممكن حشو أسفل جسم تيلدا بالملح الصخري المعطر بالزيوت العطرية أو أي نوع حبوب حتى تجلس بسهولة، أو بقايا القهوة الناشفة. وممكن تحشى بالأعشاب الجافة مثل النعناع واللافندر والزعتر البري والريحان، وطبعا يضاف إلى القطن عند حشوها. وكذلك ممكن إضافة بعض الروائح العطرية للقطن مثل زيت اللافندر العطري أو زيت القهوة العطري أو أي زيت تفضلونه. وبالنسبة لدميات الأطفال ممكن إضافة الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر والنعناع لتكون مع الأطفال عند النوم، ويصبح النوم هادئ، وعند الطباعة اضبط الطابعة على أنها تكون 100 على 100. ونعرف انطباعتنا صح إذا قسنا شريط القياس بالرسمة الموجودة على شكل مسطرة. أما الملابس فيعتمد على الشخصية التي تريدونها، والأغلب الأسلوب الريفي، وممكن في ناس ما يفضلون شكلها، لكن يجب الاعتراف بالإبداع فيها، وإن كل دمية لها شخصيتها المميزة. وتعتبر دمية تيلدا مو للأطفال فقط، بل تعتبر دمية للكبار، وبتكون هدية مميزة للبنات الشابات والأمهات، لأنها تعتبر دمية للعرض، مثلا توضع على الأرفف أو فوق الطاولات الجانبية. والأيام هذه يتم خياطة دمية تيلدا بشكل كبير من قبل الأمهات وربات البيوت والمصممين والفنانين والشخصيات الإبداعية، وأصبح لها العديد من المنتديات والمواقع يتبادلون الخبرات والأفكار والباترونات بينهم. ودمية تيلدا ليست بهذه السهولة في الخياطة، والمفروض عدم الإهمال في الدقة والترتيب عند خياطتها، ومن أجل خياطة أبسط دمية لازم الدقة والإتقان في عملها. خيطت القماشين مع بعض، وبالنسبة للقماش البني الفاتح يكون للأيدي والرأس والأرجل، والقماش الوردي يكون للجسم.
والصعب في خياطة التلدة الأيدي والأرجل لأنهم صغار ونحاف وصعب إدخال القطن فيها. وبعد الانتهاء من خياطة دمية التلدة ممكن وضعها في الصالة أو في الغرف، وممكن إهدائها للأخوات أو الصديقات، وكذلك ممكن عملها كمشروع تجاري من المنزل. خيطت الفستان من 3 طبقات ومن 3 أنواع من الأقمشة، ولازم تكون متناسبة مع بعض، ودائما يضاف لها الكلفة أو الكشكشة، ويخاط كل قماش لوحده مع جنب، وبعدين تجمع مع بعض ويخيط عليها المغاط. بالنسبة للشعر تقدرون تستخدمون أي نوع من الصوف، والأفضل أنه يكون من النوع الصغير والنحيف.
استخدمت ألوان أكريليك لرسم العيون ورسم الحذاء، ممكن خياطة الحذاء من القماش. وهذه بعض صور دمية تلدا جمعتها لكم من النت، وتلاحظون حب الإبداع في الخياطة فيها. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على التيك توك والفيسبوك وغيره، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.